سعيد العالي شرفتنا بالنور شرفتنا بالنور. سيدي بوسعيد مدينة الأشباح، هكذا وصف التجار وأصحاب المقاهي مدينتهم. فيما يخص فهمتني السياحة، مش قاعدين نبيعوا جملة، فمش تويست، فمش سواح، فهمتني البلاد هاك تشوفها فارغة، فمش عباد جملة معناتها قاعدين هكاك نحلوا على أساس مش تهلكش الجلد على ريحة نداء، فهمتني بكاهو كيف نحلوا كيف نسكروا، فمش خدمة جملة. برغم الكساد وقلة الحركة، حافظ التجار على روتينهم اليومي، فتح الدكاكين باكرا في الصباح إلى آخر المساء. سيدي بوسعيد في المنطقة هذه قبل الكورونا الحق ثم سياح، ثم توريست، ثم معناتها قبال برشا عباد نصلي عن النبي، معناتها ثم خدمة، ثم ناس تسترزق وكل شيء. كي جات الكورونا الأولى هك اللي نقصت العباد، ما عادش ثم خدمه، مش اما رجعت الكورونا المده هذه معناتها رجعت بقوه، العباد ما عادش هما جمله. سيدي بوسعيد تصور ان نعطيك 90% ميتة، كانت في الكورونا الاولى مثلا 40% معناتها نتحايو شوي، تو 90% انا 200 جمله الخدمه، معناتها هك اللي واحد شنو قاعد يقص في روحه اني نخدم مانيش قاعد واقف هكاهو، مش ما يقولش ما ثمش عباد، مانيش اللي يطلع لك سيدي بوسعيد يخاف. صحيح مخلطة برشا دول اللي جوها بكل بقعة، التونسي بروحه يخاف على روحه، كيفاش باش يجي سيدي بوسعيد لهنا؟ صحيح يشهى بنبلون، يشهى القاو العالي، يشهى باش يدور دور سيدي بوسعيد وحدها على خاطر. فرق كبير ما بين الكراسي محطوطه وكراسي مش محطوطه، هما سيدي بوسعيد يجيو العباد باش يجي تقعد، دونك مش تلقى قهوه مسكر، دونك اوتوماتيك ماهوش مش يجيك، ما عادش مش يجيك خاطر يعرف اللي قهوه مسكر، ما عندوش باش يقعد في سيدي بوسعيد في على الفي ولا باش يقعد على البحر في قهوه، ما عادش ينجم خاطر، ما عادش خير ولا ما عادش يجي. والتراس قهوه بلا تراس راه ما تخدمش. قد تستمر الجائحة سنة أو سنتين ويستمر معها إصرار التجار وأصحاب المهن الأخرى لتبقى سيدي بوسعيد حياة صامدة.